منذ هجوم سوسة المسلح، أعلن البرلمان إلغاءه للعطلة البرلمانية والتسريع في نقاش قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال تمهيداً لإقراره، رغم وجود قانون سري المفعول منذ سنة 2003. هذا هو اللي قلناه، قلنا نحن تونس راهي ما تعيشش فراغ تشريعي، عندنا قانون 2003 سري المفعول، وبالتالي ما فماش علاش نسرعوا في قانون جديد، مع العلم مسبقا انه مش بالقوانين راهو باش نحاربوا الارهاب. الارهاب يلزموا مقاربه شامله، منها المقاربه التشريعيه ضروري القانون، ولكن اليوم موجود. للأسف الشديد مكتب المجلس قرر أن القانون هذا يكون عنده أولوية، أنه يتم المصادقة عليه قبل تاريخ 25 جويلية الجاري. أشغال لجنة التشريع العام التي تعرف نقاشات معمقة شهدت تقدما ملحوظا، وتعمل على أن يجمع القانون بين الصرامة واحترام الحريات قبل تقديمه للتصويت في جلسة عامة يوم 25 من الشهر الجاري. التشريع العام كان من بين أولوياتها قبل حتى حديث سوسة، من بين أولوياتها مناقشة قانون الإرهاب بعد ما بتينا في المجلس على القضاء. يعني النسق المرتفع فعلا هو بعد حديث سوسة، وتقريبا احنا يعني رمضان كامل نشتغل في حصص ليليه سواء كان استماع والا بت فصول. مناشيد العمل اللي تمت في التشريع العام كانت هكذا: اولا بتينا في كل فصول في اطار نقاش عام، ثم البت في الفصول، استخرجنا اهم النقاط المفصليه واهم النقاط يعني اللي فيها اشكاليات، ثم مشينا في سلسله من الاستماعات. قانون اثار ويثير الكثير من الجدل، ويخشى البعض ان يستخدم في غير مكانه، في حين تنتظره الأجهزة الأمنية لإحكام جهودها في مكافحة الإرهاب. ضغط سياسي وزمني سلطته الأحداث على لجنة التشريع العام بعد هجوم سوسة للتعجيل بمناقشة قانون جديد لمكافحة الإرهاب، قانون تنتظر منه النجاعة، لكنه يبقى في حاجة إلى مقاربة عميقة ومتأنية قبل إقراره. أيمن الرزقي، سكاي نيوز عربية، تونس.